اقول سلامات لكابتن محمود الخطيب. يعني طبعا احنا عارفين كابتن محمود كان متواجد في الامارات اثناء مباراه الفجيره. طبعا جزئيه ان حته العمود الفقري في مشكله، فكابتن محمود الخطيب استشار الطبيب الخاص به في الامارات يعمل عليه، وتم الاتفاق ان هيكون في عمليه كابتن محمود الخطيب في المانيا ان شاء الله، يرجع سالما ان شاء الله لناديه. مجهود كبير في الفتره اللي فاتت اكيد اتعمل من كابتن محمود، فبالتالي الام الظهر يعني اعتقد انها تبقى الام صعبه جدا. كابتن محمود يا رب ان شاء الله نتمنى له الشفاء ويرجع لنا بالف سلامه. يعني بامانه زي ما بقول لكم مجهودات كبيره جدا من مجلس الاداره وكابتن محمود واستاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي، كابتن خالد مرتجي، المهندس استاذ خالد الدرندالي، كل مجلس الاداره عشان ما انساش حد، بس كلهم بيقوموا بدور مميز جدا في الفتره اللي فاتت في وقت كان قصير جدا 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 عشان تحصد هذه البطولات وتبتدي تاخد اجراءاتك في مشاريع، ويعني امور كانت طبعا مهمه جدا ومنثني عليها بشكل كبير العميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الاهلي. تحياتي لحضرتك يا فندم. حبيبي يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ مساء الفل. منور، ودائما بستمتع يعني بوجود حضرتك لما بتبقى موجود في النادي وبتقوم بدور مهم جدا، ان انت يعني دائما بتشوف متطلبات الاعضاء، متطلبات النادي ايه والفتره اللي جايه انتم محتاجين. يعني انا كنت لامس الموضوع ده في الفتره اللي فاتت من خلال طبعا المؤتمر اللي احنا حضرناه بطوله الاهلي الدبلوماسيه، واللي شرفت ان يعني حضرتك اخترتني ان انا اقوم بجزئيه القرعه، يعني فكان شيء مهم جدا ان انا اقول النادي الاهلي بيحصل فيه ايه الفتره اللي فاتت. لا والله ده حدث جميل جدا جدا، وانت يعني شرفتنا وشرفت النادي الاهلي وفي الاداره بتاعت القرعه، حدث جميل طبعا. وانت شايف النادي الاهلي دايما ليه دور في مؤسسات الدوله، وانت النهارده دي بطوله معموله بطوله الدبلوماسيين، بطوله الاهلي الدبلوماسيه للكره الكوماتي، دي فيها 24 سفاره. انت اولا ليها معنيين، المعنى الاول انت بتقول ان بلدنا بلد امن، والدور الثاني النادي الاهلي بيلعبه في ازاي النهارده البطوله هتنقلها القنوات الالمانيه، هتنقلها القنوات الروسيه، هتنقلها القنوات الامريكيه، انت شايف فرق اذاعه لندن، الكلام ده كله عشان تنشيط السياحه، وده دورك كنادي اهلي. صحيح. فاول لما النهارده السفاره الالمانيه طلبت طبعا، يعني قال لك احنا يعني هم بيتشرفوا اللي ينظموا بطولتهم على ارض النادي الاهلي في الشيخ زايد، واحنا طبعا سعداء بالتعاون مع سفاره المانيا ومع اول شفت المؤتمر كان شكله عامل ازاي. يعني الواحد فعلا بيبقى فخور وسعيد اللي هو في هذه المؤسسه يعني. حي ده كان شيء جميل، وده دائما ده دور النادي الاهلي. ست العميد خليني اكلمك بقى على المرحله القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا جزئيه طبعا كابتن خطيب طبعا بنقول له الف سلام عليه، لكن يعني حمل كبير عليكم في الفتره القادمه في حته حتى حصد البطولات. النهارده بنحتفل بنجوم النادي الاهلي ابطال افريقيا للطايره رجال، عندنا يعني تطلعات دائما للمكسب ست العميد. يعني الفتره اللي جايه بقى بالنسبه لجميع البطولات نفسها وجميع الالعاب، هو اولا طبعا الحمد لله كابتن خطيب بيرجع لنا بالسلامه ان شاء الله، لان هو عامل فراغ كبير وعامل حمل وعبء علينا جامد جدا جدا. يعني وجوده هنا بيسهل علينا، غير ما يبقى بره بيبقى العبء علينا اكتر والمسؤوليه علينا اكتر، لان طبعا لازم تشتغل هو يعني هو بره اكتر ما هو موجود بصراحه ربنا. يعني لان هو يعني انت عارف كابتن دقيق جدا، وهو كان البرنامج الانتخابي اللي عمله مصمم، وان شاء الله باذن الله باذن الله اللي احنا ننفذه وانت شغالين عليه الحمد لله. واهم حاجه بالنسبه لنا انت شغال في كل الاتجاهات، شغال على مستوى الجمعيه العموميه من الشباب والاطفال للجمعيه العموميه لغايه الرواد، مهتم جدا بالرواد، مهتم بالقدرات الخاصه. ما فيش حد في النادي الاهلي عضو جمعيه عموميه على مستوى ثلاث فروع غير ما هو مهتم بيه. فطبعا ده الحمد لله رب العالمين، انت بتستمتع غير اللي هو عبء، بس احنا بنستمتع في خدمه الاعضاء بتاعتنا، لان في الاول وفي الاخر احنا اعضاء يا كابتن محمد، انت عارف يعني. صحيح. في الاخر احنا اولاد النادي. صحيح. فده احنا بنستمتع بيه يعني. الحاجة الثانية على المستوى الرياضي الحمد لله انت شايف ربنا كرمنا بتنظم اكبر مجموعة بطولات افريقية. صحيح. وده في حد ذاته برضه يعني الحمد لله اخواتنا الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس ادارة رئيس اللجنة المنظمة، واستاذ محمد الضماطي نائب رئيس اللجنة المنظمة، عاملين مجهود جبار باللجنة اللي معاهم بصراحة، بمدير البطولة كابتن عبد القادر ما نقدرش ننكره، مش عايز يعني مش عايز اقول اسماء انسى، لكن هي بصراحة زي ما انت شايف مجموعة بتشتغل يعني تيم ورك ممتاز. المفاجآت والهدية فعلا اللي احنا كسبناها في الفترة اللي فاتت دي ولاد النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي اللي شاركوا تنظيميا في كل البطولات دي. صحيح. خلي بالك ان كل الولاد الموجودين دول ولاد النادي الاهلي. ولاد النادي الاهلي صحيح. ولاد الاعضاء. النادي الاهلي اللي بيشاركوا بكل حب
معاك ومتطوعين وشغالين معاك وقاعدين طول الفترات البطوله ما شاء الله 24 ساعه شغالين موجودين، فربنا يكرمهم. ربنا الحمد لله نطر كابتن ميدو مصلح المدير الفني للكره الطايره رجال بالفرقه بتاعته حاجه جميله جدا جدا، وقبلها كابتن حمدي الصافي سيدات، واول امبارح تقريبا برضو الاول امبارح الكاس مصر سيدات. صحيح. طب انت عندك الكره الطايره سيدات دوري وكاس وبطوله افريقيا، الرجال دوري وبطوله افريقيا وناقصهم الكاس، ان شاء الله ربنا يتمنهم بخير. سياده العميد 52 بطوله متنوعه يعني في خلال اربع شهور، منهم بس 21 في شهر مارس، يعني ده ما شاء الله حاجه محترمه ما شاء الله، يعني ما شاء الله. وعبال افريقيا كره قدم ان شاء الله باذن الله، فيعني انت الحمد لله ربنا بس يديمها بالخير علينا يا رب، طالما النوايا صالحه وخالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. صحيح. ربنا يكرمنا ان شاء الله. سياده العميد يعني لازم نثني على حضرتك طبعا بمجهودك الكبير اللي بتقوم بيه في النادي الاهلي، ويعني كل اللي عاملين طبعا في النادي الاهلي، يعني ده شيء مهم جدا. لا والله هو ربنا كرمنا الحمد لله، الحمد لله بفريق عمل متميز ومحترم، كابتن اللواء حسن مسعود مدير مدينه نصر، اللواء الفشاوي الشيخ زايد، اخويا خالد مرسي في الجزيره، بالمجموعه يعني انا بص يا محمد مش عايز اقول يعني انسى حد، فريق كله من اصغر عامل في النادي الاهلي بيشتغل بروح فنادق الحمراء فعلا. صحيح. فعلا يعني الحمد لله عائله الاهلي زي ما كده محطوط. صحيح صحيح. يمكن انا ليها اسلوب صعب شويه في الشغل، لان انت عارف يعني عندنا مش عايزين يبقى في حاجه غلطه، ولكن في الاخر كله مستحمل وكله بيشتغل وكله بيتحرك عشان بيحب النادي الاهلي. صحيح. فدي اهم حاجه، هي دي الروح اللي احنا عايزينها. حقيقي. بالتوفيق يا سياده العميد ان شاء الله، وكده يعني رافعين اسم النادي الاهلي باستمرار من خلال العمل. دعواتك، وفي مؤتمر قريب ان شاء الله هنهديكي برضه. حبيبي يا سياده، مؤتمر قريب هتبقى معانا. حبيبي يا سياده ان شاء الله طبعا، احنا نادي النادي الاهلي في اي وقت احنا متواجدين. تمام. ربنا يخليك. شكرا جزيلا سياده العميد محمود مرجان طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي. يا رب ان شاء الله كابتن محمود كنا بنتكلم يرجع بألف سلامة، وده يعني زي ما اتكلم سيادة العميد ان هو دقيق جدا في تعاملاته في جزئية المتطلبات في الفترة القادمة، زي ما بيقول في برنامج يعني محطوط بيتنفذ بشكل مميز جدا وسريع بناء طبعا على خطة موضوعة بتوقيت معين، عشان طبعا اسم النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومحبي وجماهير النادي الاهلي يبقوا في احسن حال وسعاده طبعا، من خلال طبعا حصد البطولات اللي احنا شايفينها، وفي نفس الوقت عمليه الانشاءات اللي موجوده اللي هتستكمل بشكل كبير في المرحله القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. خليني بقى اطلع